بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فوصلا لما بدأناه في إعراب الفعل المضارع، وكنا قد انتهينا بحول الله وقوته من نصب الفعل المضارع ومن جزمه، وعرفنا متى يكون الفعل المضارع منصوبا ومتى يكون مجزوما. واليوم إن شاء الله نعرف متى يكون الفعل المضارع مرفوعا. منصوب ومجزوم ومرفوع. منصوب قلنا في أربع مواضع، هي أن ولن وإذا وكي. في أربعة مواضع مجزوم في 12 موضعا. موضع يرفع يجزم بعده فعل مضارع واحد، والموضع الثاني يجزم بعده فعلين مضارعين. الأول يجزم بعده فعلان، بارك الله فيك. الأربع مواضع الأولى أو الأربعة مواضع الأولى لم ولما ولام الأمر، والرابع لا، تكتبها هكذا، الناهية أو النافية؟ الناهية. سبحان الله، هنا في 16 موضعا. وهنا في 12 موضعا. ما هي؟ إن وإذ ما ومن وما ومه ما وكيف ما، حتى ليست هنا، كيف ما، أين وأين ما، هذا واحد، وأين وأن ومتى، لا ليس هذا ترتيبنا. وأين وأيان وحيثما ومتى وأيان وأي، أين إذا في الشيء الخاص.
أن سأقول لكم لماذا هذا الترتيب. لأن قلنا بارك الله فيك هنا إن وإذ ما هذه حروف، نعم، ومعناها فقط تعليق، معناها الشرط فقط، تعليق الجواب بالشرط، ومن للعاقل، والباقي اسم، الباقي كله اسم. من للعاقل، وما ومهما لغير العاقل، وكيف ما للحال، وأين وأيانا، وحيث ما للمكان، ومتى وأن للزمان، وأي تصلح لجميع ذلك. لذلك قلناها هكذا بالترتيب، إن وإذ ما، من وما ومهما، كيف ما، أين أيانا، حيث ما، متى أن، أي. قلنا في المرة الماضية قلنا متى وأن في الأول، ثم أين وأيانا حيث ما بعدها، لكن لا بأس إن شاء الله. ثم اليوم، متى يكون الفعل المضارع مرفوعا؟ يكون مرفوعا إذا لم يسبقه هذا ولا هذا، لأنه لو سبقه هذه الأشياء لكان منصوبا، ولو سبقته هذه الأشياء لكان مجزوما. إذا نقول إذا لم يسبقه ناصب، وناصب اسم فاعل من الفعل نصب، إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. قال عندك في كتاب الدروس النحوية إذا تجرد من جميع ذلك. ما معنى تجرد؟ تجرد من الثياب يعني خلعها، تجرد من ماله يعني خرج من ماله، نعم. إذا تجرد من النواصب وتجرد من الجوازم فيكون الفعل ساعتها مرفوعا. فأنت بارك الله فيك دائما نقول لك إذا لم يسبقه، إذا لم يكن قبله، فأنت تنظر إلى الفعل المضارع عندك، تنظر إليه إلى ما قبله وإلى ما بعده. أول شيء تنظر إلى ما بعده، لماذا؟ لو بعده نون التوكيد أو نون النسوة سيكون مبنيا، وفي هذه الحال لا حاجة بنا أن نقول هل هذا مرفوع أو منصوب أو مجزوم، نعم، هذا سيكون مع نون التوكيد مبنيا على الفتح، مع نون النسوة مبنيا على السكون. إذا سلم الفعل المضارع، سلم آخره من نون التوكيد، من نون النسوة، فانظر مشكورا إلى ما قبله. وجدت ما قبله أحد هذه الأدوات فهو هنا منصوب، وجدت هنا هذه الأدوات فهو مجزوم، ما وجدت لا هذا ولا هذا فإذا هو مرفوع. وترى وتلحظ أنه هنا ذكر لك المرفوع في الآخر، لأنه إذا ذكره في الأول ستقول متى يكون مرفوعا، يقول لك إذا لم يكن قبله ناصب ولا جازم، تقول ما الناصب وما هو الجازم، فبداية قلنا لك ما هو الناصب وما هو الجازم. ثم كما هي العادة هنا تعرف
متى ثم تعرف العلامة؟ العلامة عندك في الفعل المضارع، عندك أنواع: فعل مضارع صحيح الآخر، وعكسه المعتل الآخر، ثم الأفعال أو الأمثلة الخمس. هنا المعتل الآخر بالواو وبالياء، وبالألف بالواو بالياء بالألف، ثم الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمس. مضى معنا الكلام في العلامات في المنصوب والمجزوم. قلنا الصحيح الآخر الفتحة، المعتل الآخر بالواو الفتحة المقدرة. أتوافقون؟ يا رجل فكر، لن يدعو ظاهرة، هنا الفتحة الظاهرة. ومع الياء، مع الياء أيضا الظاهرة أيضا. الفتحة الظاهرة أيضا مع الياء، مع الألف عفوا. متأكد أنت؟ نعم نعم، الفتحة هنا المقدرة، ومع الأمثلة الخمسة حذف النون. ثم مع المجزوم الصحيح الآخر السكون، وهو الأصل كما الفتحة الأصل. مع المعتل الآخر بالواو بالياء، حذف حرف ماذا؟ العلة. يعني تمسح الواو والياء والألف. مع الأمثلة الخمسة أيضا حذف النون. وهذا مر واستقر. ثم في المرفوع إذا كان صحيح الآخر فعلامته الضمة، وهذا هو الأصل. وإن كان بارك الله فيك معتل الآخر بالواو أو معتل الآخر بالياء أو معتل الآخر بالألف فهو مرفوع بالضمة، نعم، لكن الضمة مقدرة لا تظهر. الضمة المقدرة مع الواو
ومع الياء ومع الألف. ثم الآن عندنا الأمثلة الخمسة ترفع بثبوت أو ثبات النون، يعني النون تبقى. هذا الذي مر تحت عندنا إعراب الفعل المضارع الصحيح الآخر والمعتل الآخر والأمثلة الخمسة بهذه العلامات مر معنا قبل أن نبدأ في دراسة إعراب الفعل المضارع متى. فالآن ظاهر أمامك الآن في صورة صغيرة إعراب الفعل المضارع، متى يكون منصوبا، ثم إذا كان منصوبا ما علامته، فإن كان منصوبا وصحيح الآخر فعلامته الفتحة، وإن كان منصوبا ومعتل الآخر بالواو أو بالياء فعلامته الفتحة الظاهرة، وإن كان معتل الآخر بالألف فعلامته الفتحة المقدرة، إن كان منصوبا وهو من الأمثلة الخمسة فعلامته حذف النون، كما نقول أو كما تسمع قوله تعالى لن تنالوا، لا نقول أو ما سمعت أنت لن تنالون، سمعت قوله تعالى لن تنالوا، وهكذا مع الجزم وهكذا مع الضم أو مع الرفع. فإذا أتينا بمثال مع الفعل المضارع الصحيح الآخر عندما يكون مرفوعا بالضمة نقول يسمع الرجل القرآن. فهنا يسمع هذا فعل مضارع آخره العين، العين ليست من حروف العلة، و ما اتصل بالفعل المضارع لا نون التوكيد ولا نون النسوة، إذن هو معرب. ننظر قبله، ليس قبله حرف من حروف النصب ولا أداة من أدوات الجزم، قبله لا شيء، إذن فهو مرفوع صحيح. نقول يسمع لا نقول يسمع. طيب لو قلت لك في جملة أخرى هنا يسمع الرجل القرآن، لو قلت لك الرجل يسمع القرآن، لماذا هذا الفعل مرفوع؟ ليس لا يوجد شيء، يوجد قبله الرجل، لكن هذه الكلمة لكن هذه الكلمة كلمة الرجل ليست من أدوات النصب، ليست من حروف النصب ولا من أدوات الجزم، فلا يتأثر الفعل بها، فلا يتغير الفعل بها. طيب هنا مثلا يدعو المسلم
إلى السنة. هنا يدعو فعل مضارع آخره الواو، فهو معتل الآخر بالواو، نعم، وآخره ما اتصل بآخره لا نون النسوة ولا نون التوكيد، فهو معرب إذن. انظر قبله، ليس قبله أداة حرف من حروف النصب ولا أداة من أدوات الجزم، فهو مرفوع، لكن ما العلامة يا رجل؟ نعم مرفوع، أضحك الله سنك يا بلال، مرفوع، العلامة الضمة، والضمة هنا مقدرة. ما معنى مقدرة؟ مقدرة في عقولنا أو في رؤوسنا، لأنك هنا لا تستطيع أو يثقل عليك، يصعب عليك أن تقول يدعو، هذا صعب. فإذا قلنا جملة أخرى هنا مع معتل الآخر بالياء، تقول يمشي محمد، كذلك هذا الفعل ما اتصل به لا نون التوكيد ولا نون النسوة ولم يسبقه ناصب ولا جازم، فهو مرفوع والعلامة الضمة، لكن هذه الضمة لا تظهر، ضمة مقدرة، لأن هذا الفعل معتل الآخر بالياء. تقول يمشي، ويصعب، صعب عليك أن تقول يمشي، هذا صعب. واللغة العربية لغة سهلة ميسرة، كما في قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر، والذكر هو القرآن، والقرآن بالعربية، إذن فالعربية سهلة. قلنا يدعو المسلم إلى السنة وينهى المسلم عن المتعة، هذا كسابقه. تقول هذا مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، والعلامة الضمة، لكن الضمة هنا لا تظهر، مقدرة، لأنه هنا لا يمكن أن تقول، أن تقرأ ضمة مع الألف، لا يمكن أن تقول ينهى، لا يمكن هذا، نعم. عكس لو قلت يمشي ممكن، لكنه صعب كما قلت لك على اللسان. كذلك هنا أيضا يدعو، ممكن أن تقول يدعو أو يدعو، لكنه صعب على اللسان. فإذا هذا مع الواو والياء هذا صعب، ومع الألف لا يمكن. عكس ممكن، مستحيل، أو متعذر، نعم. تقول هنا الضمة لا تظهر لأن هذا متعذر، أو لأنه أو تقول للتعذر كما سنعرفه بعد ذلك إن شاء الله. الآن انتهينا من خطوة كبيرة هي إعراب الفعل المضارع. نعم، نمثل مثالا لثبوت النون ثم نمضي إن شاء الله. ثبوت النون كما تقول قوله تعالى وتؤمنون بالكتاب كله، أو تقول أنتم تكتبون، هذا فعل مضارع يكتب،
في آخره الواو والنون، إذن هو من الأمثلة الخمسة. نعم، والأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة هي الفعل المضارع مع الضمائر هما وأنتما، وهم وأنتم وأنت. نعم، أو الفعل المضارع اتصل به في آخره واو ونون أو ياء ونون أو ألف ونون. وهنا هذا الفعل المضارع مرفوع والعلامة ثبوت النون، بقيت عندنا النون. تقول أنت تكتبين، أنتما تكتبان، هما يكتبان، هم يكتبون. هناك مشكلة في إعراب الفعل المضارع؟ أظن لا. الفعل أي فعل، إما أن يكون ماضيا، وإما أن يكون مضارعا، وإما أن يكون أمرا. فإن كان ماضيا أو أمرا فهو مبني، وإن كان مضارعا في آخره نون التوكيد أو نون النسوة أو نون الإناث فهو مبني أيضا. يخرج لنا من كل هذا الفعل المضارع. يعرب هذا الفعل يكون منصوبا أو مجزوما أو مرفوعا، ودرسنا بحمد الله كل هذا. وعندنا الآن انتهينا من الفعل، كل الفعل. ثم تعرف أن الحرف معرب أو مبني؟ مبني، خلاص لا حاجة لنا في دراسته. نحن ندرس الكلمة التي تتغير، متى تتغير وكيف تتغير. انتهينا من الفعل، نمسح. قبل أن ندخل في إعراب الاسم، عندما يأتيك فعل، أي فعل، كيف تعربه؟ كيف تعرب الفعل؟ أول شيء تنظر في زمن هذا الفعل، هل هو ماضي؟ هل هو مضارع؟ هل هو أمر؟ هذا أول شيء. ثم بعد ذلك تنظر الماضي معرب أو مبني؟ مبني. المضارع معرب، وهذا هو الأصل، ومبني. الأمر مبني. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث مبني، ما نوع البناء؟ مبني على الفتح، والمبني هنا المبني من المضارع إما أن يكون في آخره نون التوكيد أو في آخره
نون، هذه النون نون النسوة أو نون الإناث، كيفما يحلو لك. يكون مبنيا هنا، ما نوع البناء؟ على الفتح، وانتبه لا تقول الفتحة، لأن الفتح للبناء والفتحة للإعراب. نون الإناث مبني على على السكون، وعكس السكون الحركة. نعم، والحركة باركة كما يقولون، وهي نعم. هذا مبني على الفتح، مبني على السكون. الأمر مبني على السكون. يخرج لك الآن المضارع معرب، وهذا هو المشكلة، يتغير هذا. هذا المعرب وهو فعل، إما أن يكون مرفوع أو منصوب، أو هو مجزوم لأنه فعل. فالآن يأتي لك سؤال، مرفوع، متى أعرف أنه مرفوع؟ ومتى أعرف أنه منصوب؟ متى أعرف أنه مجزوم؟ هذا ما درسناه. تنظر قبله مرفوع ليس قبله شيء، منصوب ليس قبله ناصب ولا جازم، ليس قبله شيء. هذا منصوب قبله أربعة أشياء، حرف نصب، مجزوم قبله أداة من أدوات الجزم. نعم، العلامة تنظر في علامته، إما الضمة، أو الضمة ظاهرة أو مقدرة، أو ثبوت النون. يعني عندك الضمة، هذه الضمة قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. هذه العلامة الأولى، أو بعد ذلك يكون ثبوت النون كما درسنا الآن. منصوب الفتحة أيضا ظاهرة أو مقدرة أو حذف النون. مجزوم السكون أو الحذف، حذف حرف العلة أو حذف النون. إذن لا صعوبة أمامك الآن، إذا جاء أمامك فعل أن تقول هذا فعل ماض مبني على الفتح، فعل، فعل أمر مبني على السكون، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، فعل مضارع مرفوع والعلامة الضمة المقدرة مع الألف المضارع معتل الآخر بالألف، أو فعل مضارع مرفوع والعلامة ثبوت النون، فعل مضارع منصوب العلامة الفتحة العلامة حذف النون، فعل مضارع مجزوم العلامة السكون العلامة حذف حرف العلة
وحرف النون فعل مضارع مبني على الفتح، فعل مضارع مبني على السكون. إذن سيخرج لك كم إعراب للفعل هنا؟ الأول تقول فعل ماض مبني على الفتح، فعل مضارع مرفوع والعلامة الضمة، تقول الظاهرة إذا كان صحيح الآخر أو إذا كان فقط، إذا كان صحيح الآخر فقط. بعد ذلك فعل مضارع مرفوع والعلامة الضمة المقدرة مع المعتل الآخر. بعد ذلك تقول فعل مضارع مرفوع والعلامة ثبوت النون ثبوت النون، تقول لأنهم من الأفعال الخمسة أو من الأمثلة الخمسة. بعد ذلك تقول فعل مضارع منصوب والعلامة الفتحة الظاهرة، فعل مضارع منصوب العلامة الفتحة المقدرة. بعد ذلك فعل مضارع منصوب والعلامة حذف النون، وتقول لماذا؟ انتبه، لأنه، وتذكر السبب. بعد ذلك فعل مضارع مجزوم العلامة السكون، نقول السكون الظاهر؟ لا. بعد ذلك فعل مضارع مجزوم العلامة حذف حرف العلة الواو أو الياء أو الألف. العاشر فعل مضارع مجزوم العلامة حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة من الأمثلة الخمسة. ثم بعد ذلك تدخل على تقول هذا فعل مضارع مبني على الفتح تقول لاتصاله بنون التوكيد. بعد ذلك فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث أو نون النسوة. ثم بعد ذلك فعل أمر مبني على السكون هذا على كلام بعضهم، سأقول لك فعل الماضي مبني على الفتح وما الفتح مقدر، هذا يعني
على رأي محمد محي الدين بن حميد. في قالوا نعم مثلا نعم نعم هذا يعني نكتفي به للمبتدئين في بداية الأمر. هذا الآن أظن والظن لا يغني من الحق شيئا أنه بذلك يعني قد ذهبت أو ذهب شيء من صعوبة إعراب الفعل. هذا باختصار شديد جدا. إذا عرفت هذا فسهل عليك إن شاء الله بعد ذلك أن تتوسع في دراسة الفعل أو في دراسة إعراب الفعل، سواء كان هذا الفعل مبنيا أو كان هذا الفعل معربا. الآن ندخل على إعراب الاسم. امسح بعد ذلك إعراب الاسم. أولا عرفتم أن الاسم يكون معربا ويكون مبنيا، وقلنا اعرف متى يكون الاسم مبنيا وبعد ذلك ما بقي فهو معرب، والمعرب تأتي دراسته هنا وينتهي أمره إن شاء الله كما انتهى قبل ذلك بفضل الله إعراب الفعل المضارع. الاسم يكون مبنيا في 7 مواضع ذكرناها في مرة من المرات الماضية. ما هي المواضع هذه؟ متى يكون الاسم مبنيا؟ نعم مع الاسم الموصول. نعم مع الضمائر. يا رجل مع الضمائر مع أسماء الإشارة قلنا 7. تقول الضمائر أول شيء وآخر شيء بعض الظروف، والخمسة الباقية أسماء كلها: اسم الإشارة، الاسم الموصول، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الأفعال. عندك 5 أسماء: أسماء الإشارة، الاسم الموصول، أسماء الاستفهام، أسماء الشرط، أسماء الأفعال، الضمائر، بعض الظروف. هذا 7 اعرفهم الآن. هذا غالب الاسم المبني. بعد ذلك أي اسم غير هذه الأسماء أو غير هذه الأنواع 7 الماضية فهو اسم معرب، وما دام اسما معربا فهو إما أن يكون وإما أن يكون وإما أن يكون. إما هذا الاسم هو مرفوع، أو هذا الاسم منصوب أو مجرور. وكما هي العادة سل نفسك متى يكون مرفوعا، متى يأخذ هذا الحكم
وما علامته؟ يكون مرفوعا إذا كان في مكان أو في موضع من مواضع ستة. هنا مرفوع في ستة مواضع، ومنصوب في كم؟ أحد عشر موضعا، ومجرور في موضعين، صحيح؟ هذا في البداية، درجة درجة أو درجة أو درجة درجة. اصبرا لا تعجلا. نعم، اذكروا نعمة الله عليكم أن عرفتم. نعم، وبالمناسبة يعني من يعرف علم النحو فهو والله في نعمة كبيرة. أحيانا الإمام يقرأ في الصلاة ويخبط ويخلط في النحو، والمصلون يقول ما شاء الله قراءة طيبة، ومن يعرف النحو يقف متألما ماذا يفعل هذا الرجل، وتقول لهم هو أخطأ في النحو وقلب المعاني. يا أخي هذه قراءة طيبة لا تستطيع أن تقرأها. نعم، لا أستطيع أن أقرأها هكذا. نعم، فتعرف نعمة الله عليك عندما تخرج من المسجد وأنت تعرف أنه كان يخطئ في تغيير الآية أو في قراءتها باللحن بالخطأ، وأنت تعرف أنه كان يقرأ بالخطأ والآخر لا يعرف، هذا لا يكون له في عقله ولا على باله. فسبحان الله. نعم سبحان الله، كذلك ويقاس عليه إن كان خطيبا ويتكلم. نعم هكذا. هذه المواضع ستة سنذكرها إن شاء الله. العلامة هنا درسنا فيما مضى أنواعا للاسم تعرب بعلامات أصلية، وأنواعا للاسم تعرب بعلامات فرعية. الذي يعرب من الاسم بعلامات أصلية هو المفرد، جمع التكسير، ثم جمع المؤنث السالم في المرفوع والمجرور، ثم بعد ذلك المثنى، ثم بعد ذلك جمع المذكر السالم يأتي خلفه أو تأتي خلفه الأسماء الستة. هذا ما درسناه، ما مر علينا فيما درسناه. كم نوع هنا؟ واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست. دائما بعد أن ننتهي من معرفة علامات الرفع مثلا نذكر هذه الستة ونذكر معها العلامة. الآن يكون الاسم مرفوعا إذا كان مع الفاعل، يكون مرفوعا مع نائب الفاعل،
مرفوعا مع مبتدأ مرفوعا مع الخبر مرفوعا مع اسم كان أخواتها خبر وأخواتها ثم ندرس هذا بابا بابا إن شاء الله. أنتم تعرفون أن الجملة تنقسم قسمين، نعم، إما أن تكون جملة اسمية أو فعلية، هناك أركان عليها تقوم الجملة الإسمية وأركان عليها تقوم الجملة الفعلية، ولا تكون الجملة جملة إسمية إلا إذا كان فيها شيئان. الأول هكذا بالترتيب: المبتدأ الشيء الثاني الخبر. لا بد من هذين الشيئين، لو وجد واحد ما وجد الآخر فهذه ليست بجملة وإنما هي كلمة. الجملة الفعلية لا بد فيها أيضا من شيئين، أول شيء تبدأ فيه به هو الفعل، الشيء الثاني فاعل لهذا الفعل. هذه هي أركان الجملة الفعلية. إذا وجدت جملة فعلية وجد فعل دون فاعل فليست بجملة فعلية، صحيح؟ لكن أحيانا بعض الأفعال لا تكتفي بالفاعل فقط بل تحتاج شيئا آخر هو المفعول به، يسمى هذا الفعل في هذا الوقت فعلا متعديا فيحتاج إلى الشيء الثالث وهو المفعول به. إذن المفعول به أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي. إذا أتى المفعول به فهذا الفعل يكون فعلا متعديا، هذا الفعل متعد الذي يحتاج إلى الشيء الثالث الذي يحتاج إلى المفعول به، هذا فعل متعد. أما الفعل المسكين الذي لا يحتاج إلى مفعول به فهو فعل لازم. وأظن بمعنى التأكيد هنا أن كل هذا الكلام قبل ذلك، صحيح؟ تذكرون أو لا؟ قلنا مثلا محمد
نعم كان هذا المثال نعم مسؤول مبتدا وخبر فعل وفاعل جاء الحق زهق الباطل هذا الفعل يحتاج إلى مفعول به ما هو المفعول به جاء الحق فهمت شيئا فهمت جاء الحق هذا الفعل يحتاج إلى شيء آخر لا يحتاج إذن هذا الفعل فعل لازم طيب لو قلنا سمع محمد ماذا سمع الدرس لا تحزن هنا هذا الفعل لا ما اكتفى بالفاعل فقط بل أخذ معه مفعولا به فهذا الفعل فعل متعد ومنه تعلم أن المفعول به ليس من أركان الجملة نعم ليس من أركان الجملة الفعلية وقلنا فيما قلنا فيما مضى إن الخبر أحيانا يكون مفردا يعني كلمة واحدة وأحيانا يكون غير مفرد يكون جملة مثلا محمد يأكل السمكة مثلا هذه جملة فعلية الخبر كله جملة خبر جملة اسمية مثلا محمد صديقه نشيط صديقه نشيط كلها هذه جملة اسمية خبر لمحمد مثلا محمد عند الباب هذه عند الباب كلها هي الخبر ظرف وبعده مضاف إليه شبه جملة هذا هو الخبر محمد في المسجد في المسجد هذا هو الخبر يعني هنا الخبر يكون مفردا أو غير مفرد هذا لتعلم كما سيأتي الآن مع الفاعل ونائب الفاعل لماذا فعلنا كل هذا هنا الفاعل مر واستقر بفضل الله وانتهى الآن الفاعل فما هو الفاعل الآن الفاعل هذا أول شيء اسم أو فعل اسم نحن الآن ندرس إعراب الاسم هذا الاسم ما عمله اسم يقع يأتي بعد الفعل فقط لا يأتي بعد الفعل ويدل على من فعل الفعل أو على من قام بالفعل إذن هو هنا كل كلمة مقصودنا بالكلمة هنا اسم كل كلمة تأتي بعد الفعل وتدل على من فعل الفعل
هذا التعريف قريب جدا من تعريف كتاب الدروس النحوية. كل كلمة وقعت بعد الفعل ودلت على من فعله، أو كما تسمعون كثيرا الفاعل هو من فعل الفعل أو من قام به الفعل. نعم، قام الفعل به. نعم، هنا لا بد أن تفهم الفاعل، الشخص الذي فعل الفعل، كتب مثلا، تسأل من كتب، ليس الكلمة التي تأتي مباشرة بعد الفعل هي الفاعل، لا بد أن تفهم كتب، من كتب، أو من قام به الفعل. كيف؟ كما يقول صديقكم أو أخوكم مات محمد، مات، من الذي قام بالفعل؟ كما يقال من الذي أماته؟ الله، لكن من الذي فعل أو كان به الموت؟ محمد. هذا الفاعل يكون ماذا؟ مرفوعا. علامة رفع هذا الفاعل الضمة مع المفرد على تفصيل، ليس هكذا، مع المفرد الضمة، مع جمع التكسير الضمة أيضا، مع جمع المؤنث السالم الضمة أيضا، مع المثنى الألف، مع جمع المذكر السالم الواو، مع الأسماء الستة الواو كما مر. طيب، نذكر مثالا، نقول جاء الحق. الحق هنا فاعل صحيح مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. وبارك الله فيك، عندما تكون العلامة أصلية لا تقول لماذا. بعض الطلاب يكتب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه اسم مفرد ولأنه ليس مثنى ولا جمع مذكر سالم وليس من الأسماء، ما هذا؟ سبحان الله، الضمة الأصل. وامضي، سبحان الله، وامضي إلى غيره. جاء الطالب، جاء الطلاب، طلاب جمع تكسير لطالب، جاء المؤمنات مذكر أو مؤنث؟ مؤنث، وهذا المؤنث لابد يجب أن يكون الفعل معه مؤنث، فتقول جاءت، وهذه التاء لماذا أتينا بها هنا؟ فقط عملها هنا أنها تدل على أن الفاعل مؤنث فقط ولا شيء غير ذلك. جاءت المؤمنات، جاء الطالبان، جاء
طالبون. يصح إعراب الطالبون إعراب جمع مذكر سالم؟ لماذا؟ هل كل اسم يصح إعرابه إعراب جمع المذكر السالم؟ نعم، نراجع هذا في القطر تستجده إن شاء الله. جاء أبوك، جاء أخوك، جاء حموك، وهكذا. هنا العلامة عندك الضمة، 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 الألف، الواو، الواو. طيب لو قلت لك مثلا جاء سعيد، مثلا أنا أتكلم عن سعيد، قلت جاء سعيد، نعم سعيد جعله الله سعيدا، ثم قلت لك جاء أنا، كيف أقول؟ جئت. أين الفاعل هنا؟ هذه التاء، يعني أنا أقول جاء سعيد، وسعيد نفسه يقول جئت. إذن هذه التاء، التاء هذه حرف أو ضمير؟ ضمير، ليس حرفا، متأكد؟ نعم، الضمير هذا اسم أو فعل أو حرف؟ هنا بكى سعد، نعم، وقف حمار الشيخ عند العقبة. نعم نعم، الضمير اسم، الضمير اسم. طيب الآن الفاعل عندك إما أن يكون اسم ظاهر هكذا، أو أن يكون ضميرا، صحيح؟ كما تقول جئت. طيب هذا كما هنا إعرابه ستقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه تختلف، هنا الضمة، الألف، الواو، صحيح؟ لكن هنا في مثل جئت هذه، هذا ضمير، والضمير كما ذكرنا ضمير مبني، صحيح؟ إذن بداية لك طريقان في إعراب هذا الضمير، إما أن تقول التاء ضمير وهو فاعل، هذا أول طريق، انتظر. إما أن تقول التاء ضمير، أنت تعرف أن التاء ضمير، وهذا الضمير في مكان الفاعل هنا، صحيح؟ التاء ضمير وهو فاعل وانتهينا. أو إن أردت التفسير والشرح تقول، وهذا هو الطريق الثاني، التاء ضمير
يتصل بالكلمة، يتصل بالكلمة، ممكن تقول متصل أو لا، تقول ضمير متصل. والضمير معرب أو مبني؟ مبني. مبني على ماذا؟ مبني على الضم. أنت الآن انتهيت من إعراب هذا الضمير، لكن هذا الضمير جاء مكان ماذا؟ هنا مكان هذا الاسم الظاهر مسحناه هكذا وأتينا مكانه بالتاء. إذن هذه التاء مكان ماذا؟ مكان سعيد، وسعيد ما عمله هنا؟ فاعل، صحيح؟ والفاعل مرفوع. إذن تقول هذا ضمير متصل مبني على الضم، انتهينا من هذا. هذا الضمير جاء مكان ماذا؟ جاء مكان تقول في محلي. ما معنى محلي؟ في محلي، ممكن تقول في محلي فاعل مباشرة، والأفضل أن تقول في محل رفع أو رفع تفعل هكذا قوسين فاعل. إذن التاء ضمير وهو فاعل اختصار. نعم، لك هذا ولك هذا إن شاء الله، واللغة العربية سهلة، ستقبل منك إن شاء الله، فلا تحزنن. إذن لو قلت لك ما أنواع الفاعل، أمامك الآن نوعان هنا، هذا الأول وهذا الثاني، أمامك سعيد وأمامك تو. سعيد هذا هنا اسم ظاهر، تقول ظاهر. النوع الثاني تقول مضمر. ما معنى مضمر في اللغة؟ أضمر بمعنى أخفى. نعم، ومضمر يعني مختف أو مخفي. تقول هنا جاء سعيد كما قلت لك، والمضمر تقول جئت. طيب، مثلا سمع محمد تقول سمعت، أنا سمعت. طيب، ونحن سمعنا. إذن أنا هنا هي الفاعل، وأنت سمعت، التاء هنا الفاعل، أنت سمعت، التاء هنا الفاعل، أنتما سمعتما، التاء هنا الفاعل، وأنتم سمعتم، الضمير هنا الفاعل، وأنتن سمعتن، الضمير هنا الفاعل، هو سامع. أين الفاعل؟ الفاعل اختفى، مستتر. نعم، ليس مستتير، مستتر. نعم، المد أحيانا يزيد معنى الكلمة، بل أحيانا يقلب المعنى إلى ضده، إلى عكسه. نعم، لا هذه لا يقلبها، لكن هذه العادة تقلب الكلمات. نعم، إلى معنى آخر أو إلى معنى ضده.
ثم هي كتبت. طيب أين الفاعل في كتبت؟ لا، قلنا التاء هنا، بارك الله فيك، جاءت هنا لتقول فقط إن الفاعل مؤنث، فقط أتت التاء علامة على المؤنث فقط. هي كتبت، هما كتبا، هم كتبوا، هن كتبنا، وهكذا. طيب الآن هناك مشكلة في الفاعل، الفاعل نوعان، ظاهر ومضمر. طيب سندرس إن شاء الله، نعطي لكم بعد أن ننتهي من نائب الفاعل، نعطي لكم الفاعل، الفاعلة ونائب الفاعل مع الضمائر، مع الضمائر في الماضي، مع الضمائر في المضارع، مع الضمائر في الأمر، لتعرف أين الفاعل مع الضمائر، وينتهي أمر الضمائر أيضا إن شاء الله. ونقف هنا إن شاء الله، ونبدأ في المرة القادمة من نائب الفاعل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.